بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. خلاص الحمد لله عملنا ريجستريشن وكل خطوات المعالجة تمام. نبدأ بقى نصدر البوينت كلاود بتاعتنا بصيغة لاس فايل تمام، عشان نوديها على الركاب، ومن الركاب نطلعها بقى بصيغة ار سي بي او ار سي اس عشان نستفيد بيهم على الكاد والسيفل والريفت كمان تمام. طبعا هنصدر ايه، انهي لاير من دول؟ بصوا هنشوف اللاير اللي اتعمل عليها كل خطوات المعالجة بالكامل، اللي هي دي. ادي اول واحدة معانا داتا اكسبورت، طبعا نختار مكان الحفظ، نعمل فولدر جديد، نيو فولدر، ونسميه مثلا تيست تمام، ونحفظه هنا. نسميه مثلا وليكن اول حاجة معانا بيلدينج ولاس فايل، او الاكستنشن بتاع لاس فايل تمام. سيف اكسبورت بوينت كلاود، نفس الحركه بالظبط للي اتعمل له ريجستريشن. نشوف انهي لاير فيهم اللي اتعمل لها كل خطوات المعالجه واتعمل لها ريجستريشن وكل حاجه، اهي هي دي. هنقول برضو كليك يمين وداتا اكسبورت، ونختار مكان الحفظ بتاعه ونقول له اكسبورت. خلاص بس كده، هتلاقيه برضو بيحمل بنفس الطريقه. وكده انت بفضل الله عملت كل خطوات المعالجه على البرنامج سلام جو بوست برو، وكمان صدرته بصيغه لاس فايل. خلاص بقى باذن الله تقدر تستفاد من اللاس فايل ده على برامج الجاي اس، على برنامج الارداس، وطبعا على برامج اوتو ديسك بعد ما ندخلها على الركاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.